ولاية ولاد جلال تستفيد اليوم من خمس مشاريع، وأظن هذه وثبة في إطار تنمية هذه الولاية، ستسمح بالتكفل بالحاجيات الساكنة، كما ستسمح بالخصوص أنها تجعل من هذه الولاية قطبا صحيا بامتياز، خاصة وأن كما تعرفون المنطقة لم تعرف سابقا تنمية في هذا المجال. فبهذه الإنجازات التي ستجسد عن قريب ستلبي الحاجية للساكنة، وستكون هناك تطلعات للتكفل بالمريض في بلاد جلال وليس خارج بلاد جلال.